بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا اليوم 15 من شهر محرم لعام 1434 الهجرة بمدينة رنيا، وقد أنزل الله هذه الأمطار مساء البارحة. وهذا المنظر كما سلفت في رنيا بالقرب من الخط الذي يربط بين رنيا والخرمة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مع تحيات محمد. أنا على المقناص قلبي يرثي، فتراه نرجع يا مهلنا بديار الفروق الحباري يتلفي، جنوب من حزم الجلاميد وطرف الطير وغاية غرامي وشفي، أقدر تقدير الأجواد لبيت من كبر قدر شايله فوق كفي، ورعاه تسع شهور بالبيض والصيد، وداهله شفت ريشه مصفي على الدعوة وخفف النسر تخفيف، نقلاه شرفني وشوفاه يكفي، انشوف ناس ما تعرف المعاري، لا شفت لين وين بروقه ترفي، نويت اجهز موت غير التكاليف، القيض كله جالس ومتعفي، برد المكيفنا شفا الدم تنشيف، متى سموم القيض عنا تقفي، وسهل قبل عمد الفجر قد شيف، والنار يصلح شفها لا تدفي، والبرد له جسم نسيمها فاهيب، قمنا العزبتنا لشيلون ضفي، ونكمل النقص ونملى المطاري، اللي نشيل من الوازم مكفي، مكتفين العفش بالحبل تكتيف، يمكن اللي يجينا البقالة نوفي، حاجاتنا اشريها اكملت مصاريف، والصبح من حزمة برقيه مقفي، صوب المعظم والغضب المقاييف، بديار جيل اشجارها ما تجفي، تعلها غرال زون المراديف، في رفقة اللي نارها ما
دمعات طافي على الشرف والجود ربع المواريث مجلى سطى القنا الشوارب بصفي على الدلال اللي دن صاخنا الكيف خوي هم وجاس كلام يحفي غير المزوح الطيبه والسواري عقار وزن قوره ما يخفي لا هم على الفاضي يخفى وملاقي. سجلت هذه المادة في يوم 15 محرم 1434 هجرة برانيا، ويظهر في الصورة جبال مستليخ برانيا، مع تحيات الفقير إلى الله الدحيم محمد الحماد. ورانيا اليوم تتميز بالأجواء الطيبة والجميلة، وهذا من فضل الله ورحمته. قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. اللهم انشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. سجلت هذه المادة كما أسلفت في صباح يوم 15 محرم 1434 هجرة بالخط الذي يربط بين رانيا والخرمة وهذه المناظر مدينة رانيا، مع تحيات دحيم محمد.